السلام عليكم الاخوه الكرام، توحشناكم بزاف بزاف. الحمد لله كاين امتحانات ان شاء الله، ثاني امتحانات رانا معكم في اللايف حاليا، كنحاولوا نتواصلوا معكم بطبيعه الحال. دان هزم الفريق نهز بركان باربعه اهداف مقابل لا شيء. الشوط الاول 0-0، الشوط الثاني اربعه اهداف، دخلنا لاعبين جداد الشوير رمضاني، هادو دخلوا في لاعب الامل، دخلوا في الشوط الثاني بطبيعه الحال. الشوط الاول ضعف التشكيله الرسميه باستثناء الحارس امين اللي دخل ولعب الزغودي ولعب فرحان والهلالي وباقي التشكيله. اذا هزيمه امام الجيش الملكي ب 4-0، هذا لا يعني ان بركان هزمت ب 4-0، وانما لعبوا فريق الامل، لعبوا يعني جربنا لاعبين شباب، جربنا لاعبين جداد، مزيان البركان يعني. وخا انتصرنا في المباراه الاولى امام تمارا ب 3-1، ولكن هذه المباراه كانت محق حقيقي باش السيس طارق سكتوي يعرف لاعبين جدد. اذا مزيان الهزيمه مزيانه، باقي لنا مباراه امام واتزم، كنا غنلعبوا امام المحمديه، ما عرفناش واش تاجلت واش ما غاديش تلعب. باقي لنا مباراه امام واتزم ان شاء الله العلي العظيم، وهي اللي غادي نعرفوا كذلك المستوى ديال فريق نهضه بركان. اذا كذلك في جديد نهضه بركان، الفريق مازال يعني كيبحث على لاعبين جدد يزكيو التشكيله ديال سي طارق سكيتيوي. خصنا وسط ميدان هجومي، خصنا واحد لاطاكو اللي مازال كنبحثوا عليهم بطبيعه الحال، نحاول ان شاء الله اننا نلقاهم في القريب العاجل كذلك. اذا في الجديد ديال الساحه البركانيه كما يعرف الجميع، فالفريق غادي يدخل هذه السيمانه ان شاء الله بركان انتهاء الكونسونطراسيون ديالو في الرباط بنجاح. ثلاثه المباريات لحد الساعه، باقي الواتزم، ربما غادي يديروا المحمديه كذلك. انتصرنا على تمارا 3-1، هزمنا الجيش الملكي القوي بلعب التشكيله الرسميه 4-0. زهير العربي بليسي، كذلك الناجي بليسي، غادي يغيبوا على المباراه ديال واتزم. اذا مجموعه من المعطيات تغيب عن فريق نهضه بركان، اللي نتمنوا له التوفيق من هذا المنبر، ونتمنوا ان السي طارق سكيتيوي يجيب لنا لاعبين جداد، يقبل على لاعبين جداد، يطعم الفريق بلي جون بلي سبوار ديال فريق نهضه بركان. هذا هو المكسب الكبير الصراحه الفريق نهضة بركان. إذا حاولنا نديرو هذا الفيديو خفيف ظريف، انتصار نهضة بركان 3-1 على تمارا، انهزام نهضة بركان ب 4-0 على أمام الجيش الملكي، جوج مباريات ودية الحمد لله. السيد طارق سكيتيوي ربما وقف على المستوى، كذلك السيد عبد النبي فينيش وقف على المستوى ديال الحارس الجديد. المهم عندنا حراس، حنا كنقول في المدرسة ولكن هما يعرفوا، المهم هما يعرفوا. السيد طارق سكيتيوي بطبيعة الحال دا فكرة على اللاعبين اللي عنده، وعرف التشكيلة ديالو، في انتظار إن شاء الله نلقى التشكيلة الرسمية، لاعبين رسميين بانضمام البحراوي بعد الدين، مازال ما انضموش الفريق الاول، كاينين مع المنتخب المحلي. نتمنى توفيق الفريق نهضه بركان، حنا دائما متبعينه وتابعينه بطبيعه الحال كعالم محلي هادف. حاليا اللايفات غادي يقطعوا الى واحد دي جور هكذا ولا سيمانه، نقدروا نديروا شي واحد هكذا متقطع على كان الوقت، مي عندنا امتحانات ان شاء الله، نطلبوا الله النجاح للجميع. اذا دائما وابدا انا بركاني تي في، انا بركاني ميديا معكم، البث المباشر قلنا لكم شنو كاين، سيكون متقطع ان شاء الله، البارطاج في الصفحات وفي الجروب، ودائما وابدا كنبغيوكم. تحيه لجميع الاخوان اللي كيسولوا فينا. اذا الى اللقاء والى الفيديوهات قريبه ان شاء الله، شكرا، السلام عليكم.